يشكو المواطن العراقي من الدوائر الحكومية من تعاملها ومن الروتين، وكذلك من انتشار ظاهرة الرشوة بشكل كبير في دوائر الدولة. المقطع التالي يوضح جانبا من معاناة المواطن العراقي في حال مراجعته لدائرة حكومية، ومنها وقوفه في طوابير طويلة. المقطع التالي من دائرة تقاعد البصرة، فلنشاهد. السلام عليكم، هذه أنا بدائرة التقاعد الجديدة بالمعقد قابل التربية. هاي صالم شهر ونص ناقلينها، ويقولوا للموظفين هسه الساعة هاي الساعة بيدي، هسه 9:45 ماكو أي موظف. صار لهم شهر ونص. السنة مع المدير مع التقاعد مالنا. احنا بدارة التقاعد هاي العالم كله واقف، شنو ذنبها؟ شنو ذنب هاي العالم؟ شنو ذنب؟ موظف ما لا مسؤول. تناشد من تحكي يومين عالم ما في اشغالها، شلون تظل بهالدائرة؟ شهر ونص صار لهم هذاك الشهر، هذا الشهر شهر ونص كامل دائرة ما فاتحينها. والله العالم متأخر على اشغالها.